بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنبدأ المشروع الجديد اللي هو المشروع التاني، هنسميه التاني، هو فعليا التالت لكنه هنسميه التاني في ترتيب الأحوال، مش هنحسب المشروع الأول، وهو اسمه البارت 2 سوبرفايزد ليرنينج. والمشروع ده كلاسيفيكيشن، تمام. الجزء بارت 2 ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن اول حاجه السوبرفايزد ليرنينج انترو، ده بيتكلم يعني ايه سوبرفايزد ليرنينج، انتروداكشن تو ريجريشن. واحنا اصلا كنا المشروع اللي فات كان عن ريجريشن يعني، بس يعني يعتبر بقى هنا بيتكلم تفصيلا مور ريجريشنز، طبعا شرح بقى كل الكلام ده، شرح ريجريشن ان اس كي ليرن، ديسيشن تريز، المور ديسيشن تريز، طبعا دخل هنا بقى في الكلاسيفيكيشن، بعد كده النيورال نتوركس، وبعدين ال neural net neural nets mini projects، هنا في project صغير يعني عن ال neural nets mass behind SVM، بعد كده هيبدأ شرح ال SVM SVMs in practice، بعد كده instance based learning وال naive base وال Bayesian learning Bayesian interface ensemble learning، وبعد كده في الاخر خالص البروجكت. طبعا كل اللي فات ده قلنا ان هو هيكون موجود في الكورسات المتاحه مجانا على الموقع، اللي هي برضو هنكرر تاني، احنا هنخش على كتالوج لو عايزين نشوفها، نخش على كتالوج هتلاقي الكورسات اهي، هتختار من هنا الفري كورسز، وبعدين تختار الماشين ليرنينج، ماشين ليرنينج هتلاقي ان الكورسين اللي هم قلت لك الانترودكشن تو ماشين ليرنينج ده اللي فيه الجزء العملي، وبعد كده الجزء اللي هو الكورس اللي هو ماشين ليرنينج ده اللي هو فيه الجزء النظري. طبعا لو انت ماشي في الكورسين دول وخلصت الجزء بتاع الريجريشن او الكلاسيفيكيشن او الجزء بتاع السوبرفايزد ليرنينج عامه، تقدر تخش تشتغل البروجكت ده وهتكون فاهم كل حاجه باذن الله، تمام. كده خلاص خلصنا هنا الكلام ده. طيب ايه البروجكت بقى؟ عبارة عن ايه البروجكت؟ اسمه Finding Donors for Charity Machine Learning. Charity ML دي عبارة عن مؤسسة خيرية بتدور على دونرز، عايزة ناس يعني متبرعين، فكان عندها داتا سيت لمجموعة من الناس، واكتشفوا ان الدونرز غالبا بيبقوا هم او المتبرعين هم الناس اللي الدخل السنوي بتاعهم بيزيد عن $50,000 في السنة، تمام. طيب تعال نخش، طبعا اللينك بتاع الحاجات دي كلها هيكون موجود تحت الفيديو. نخش على أول حاجة الجزء اللي هو البروجكت نفسه، قلنا هيكون موجود في اليوديستي ماشين ليرنينج، هو دي الفايلز اللي جواها، والريدمي فايل اللي هنقراه دلوقتي، الداتا اللي هي سنسوس دوت سي اس في، والفايل اللي هو الاي بايثون فايل اللي هنشتغل عليه، والبروجكت ديسكريبشن ده شرح الكلام اللي انا زي اللي بقوله دلوقتي، والفيجوالز دوت باي ده هو عباره عن فايل هنعمل له امبورت، موجود فيه شويه فانكشنز مكتوبه عشان تعمل ترسم الجرافز اللي موجوده في البروجكت. طبعا هنا مؤخرا واضح ان هم غيروا البروجكت ان هو يشتغل بايثون 2 اند 3، بس عامه انت ممكن لو انت تشتغل بايثون 3 تخش هتلاقي اي برنت فانكشن تحط قوسين حوالين الحاجه اللي بتعملها برنت هيشتغل معاك على طول على بايثون 3. هو اصلا البروجكت ديزاين بايثون 2.7، هتحتاج طبعا نم باي وبانداز والمات بلوت لايبراري والاسكيلر، طبعا لازم يكون عندك الاي بايثون نوت بوك، ولو انت يعني ما بتعرفش تسطب الحاجات دي لوحدها يفضل ان انت تستخدم الاناكوندا، طبعا في هنا لينك ليه لو انت عايز تخش تسطب الكود. طبعا زي ما قلنا هيتكتب في الفايند دونرز اي بايثون فايل، والداتا بتكون في سنسوس دوت سي اس في، وقلنا فيجوالز دوت باي، قلنا اللي هو اللي فيه الجرافز، تمام. نخش بقى على الداتا، هو هنا بيقول لك الموديفايد سنسوس داتا سيت اللي هو الداتا اللي هو عاملها لك دي عباره عن تقريبا 32000 داتا بوينت، 32000 رو، وفي 13 فيتشرز، تمام، 13 عمود. داتا سيت از موديفايد فيرجن، يعني دي موديفايد فيرجن من الداتا الاصليه اللي هي كانت اصلا اتنشرت في بيبر، اتنشرت بالاسم دون عن طريق الناس دي، الراجل دون هو ده اللي نشرها، ودي لينك للبيبر لو انت عايز تخش تشوفها، والمصدر الداتا لو انت عايز تنزل الداتا الاصليه من هنا اللي هو اليو سي اي ريبوزيتوري، دي مشهوره جدا ممكن تنزل منها اللي انت عايزه. طيب الفيتشرز، الايدج
اول حاجه فيتشر اللي هو الايدج العمر، الورك كلاس ده كاتيجوريز زي ما انت شايف كده عباره عن اللي هو فئه العمل يعني، اذا كان برايفت ولا سيلف امبلويد ولا هكذا او جوفرمنت هكذا. education level، level of education، بكالوريوس سام بكوليدج مش عارف 11 هكذا يعني، نوع الايه الاديوكيشن بتاعه، الاديوكيشن نمبر اللي هو نمبر اوف اديوكيشن ييرز كومبليتد، عدد السنين اللي اتمها في الاديوكيشن، المارتيال الماريتال ستيتوس، حالة الزوجية إذا كان برضو دي كاتيجوريز اللي هو مارد ولا ديفورسد ولا يعني حالته الزوجية إيه، تمام برضو دي كاتيجوريز. الأوكيوبيشن اللي هو المهنة أو الحرفة أو اللي هو شغال فيها، المجال بتاعه يعني. تيتش سبورت برضو كاتيجوريز يعني، لو أنت بصيت دي الكاتيجوريز اللي موجودة فيها. بعد كده ريليشن شيب بقى، بغض النظر عن اذا كان هو بقى متجوز او مش متجوز، فممكن تلاقي ان هي هو وايف ولا اون تشايلد عنده اطفال ولا هازباند وهكذا، وده طبعا كاتيجوريز برضو. الريس النوع بتاعه اذا كان ابيض ولا اسود ولا اسيوي ولا هكذا يعني، برضو السكس اللي هو الميل او فيميل، الكابيتال جين اللي هو القيمة المالية الربح أو والكابيتال لوس اللي هم الخسارة، الـ hours per week عدد ساعات الشغل في الأسبوع، متوسط ساعات الشغل في الأسبوع، والـ native country اللي هي البلد الأم بتاعته، ودي طبعا categories برضو اللي هي البلاد United States كمبوديا England وهكذا. وفي آخر واحد feature اللي هو الـ income class أو الـ income، وده بقى ده هيبقى التارجت فاليو بتاعنا، variable بتاعنا اللي هو أصغر من أو يساوي 50 كيلو، له 2 كاتيجوري، أصغر من أو يساوي 50 ألف يعني، أو أكبر من 50 ألف، ده اللي هو الإنكم اللي هو الدخل السنوي بتاع الشخص. وقلنا طبعا زي ما قلنا إن المؤسسة دي وجدوا إن الناس اللي هم أعلى من 50 ألف في السنة هم دول الناس اللي بيتبرعوا، فإحنا عايزين ندور على الناس. طبعا هو ليه عايز يعمل يعني عايز يستعمل ماشين ليرنينج في الموضوع؟ لان يعني هو ممكن يكون بيجمع الداتا دي عن طريق سيرفي مثلا على النت او كده، وعاده الناس يعني حاجه من الاثنين، ممكن ان هو ما يحبش يذكر اصلا الدخل السنوي بتاعه خوفا مثلا من الضرايب او من حاجه، او ان هو مثلا ما يذكرهاش بحقيقه يعني بقيمه حقيقيه، فبالتالي الشركه مش هتقدر توصل للمعلومه دي بسهوله، فالافضل ان هي تستنتجها يعني، تحاول تستنتجها عشان خاطر تبدا تدور على دونرز من غير ما تسألهم عن الدخل السنوي بتاعهم. طيب البروجكت الاي بايثون فايل اهو عباره عن ماشين ليرنينج جينيرال جي سوبرفايزد ليرنينج فايندينج دونرز فور تشاريتي ام ال. طبعا نفس الكلام اللي احنا قلناه بقى، اللي هو ايه وصف الموضوع، وزي ما قلنا احنا عايزين ندور على الناس الانكم بتاعهم اكتر من 50 ألف دولار في السنه. طيب اول حاجه بيعمل امبورتنج للايبرز بقى، خلاص الكلام ده قدم عندنا، نم باي از ان بي والبانداز از بي دي، وتايم عشان هنستعمل تايم نحسب التايم بتاع الالجوريزمز، والاي بايثون ديسبلاي قلنا قبل كده ان هي زي البرنت فانكشن بس بتطبع بشكل اظرف زي الجدول اللي تحت ده، بتطبعه بطريقه احسن من البرنت شويه، وفيجوالز اللي هو فايل البايثون فايل اللي هو موجود مع البروجكت هي برضه هيستدعيه ويسميه في اس. بعد كده امبورت ان مات بلوت ان لاين، برضه مات بلوت ان لاين دي قلنا عشان خاطر الجرافز تطلع معايا في الاي بايثون فايل. بعد كده هيعمل لودنج للداتا، يعمل لها بي دي دوت ريد سي اس في سنسوس دوت سي اس في، اقرا الداتا وحطها في فاريبل اسمه داتا، وبعدين طبع اول سطر بس في الداتا زي ما انت شايف اهو، الايدج ده رقم، ورك كلاس ايه، التعليم education number ده رقم وهكذا. طبعا واضح ان هنا في حاجات numerical، في features numerical وفي features categorical، فاحنا طبعا هنبدأ نتعامل مع الموضوع ده دلوقتي. اول حاجة هنعمل data exploration، عايزين نشوف شكل الداتا عندنا ايه، فهو الكود ده وان هو عايزك تكتبه وتكمله، عايزك تعمل ايه؟ اول حاجة تشوف number of records، عدد الداتا بوينتس يعني اللي موجود عندك، تشوفها كام بالظبط الداتا سيت.
النمبر اوف جريتر 50,000، عدد الاشخاص يعني اللي عندهم اللي هم الدخل السنوي بتاعهم او الانكم بتاعهم اكبر من 50,000، عدد الاشخاص اللي ات موست 50,000 اللي هو اقصى حاجه يعني 50,000 فيما دون يعني، وبعدين الجريتر بريسنت نسبه الناس اللي هم الجريتر اللي هم التارجتس بقى اللي احنا عايزينهم. وبعد كده بعد ما تحسب الكلام دون هتعمل ران للسيل دي، يعني هتكتب انت الكود اللي هيعمل الحاجات دي، تو دو ده كله ده انت تكتبه، تكتب الكود اللي تحته وبعد كده تعمل ران. ده هو هيعمل لك كاتب لك هنا شويه سطور اهي اللي هتطبع لك ايه الكلام ده. وان ده الفايل بتاعنا بقى، هننزل تحت كده هنبص هنلاقي ايه، هنلاقي ال data points total number of records 45,222، الناس اللي هم أكبر من 50,000 كام؟ 11,208، اللي أقل من 50,000 34,000، النسبة بتاعت الناس اللي أكبر من اللي هم اللي احنا بقى عايزين ندور عليهم 24.78 اللي هو 25% تقريبا. طيب بعد كده نفس الكلام اللي احنا قلناه، الداتا وصف الداتا بتاعتك شكلها ايه. طبعا المفروض ان انت بقى يعني لو انت البروجكت ده محدش حكى لك عنه حاجه، فانت هو بتعمل اكسبلوريشن كده، انت بتعمل استعراض للداتا تشوف شكل كل حاجه في الداتا شكلها ايه، تبدا تدور تشوف الكلاسز بتاعتك شكلها ايه وهكذا. طبعا هنا نلاحظ ان الكلاسز سكويد، يعني اللي هي يعني الفيتشرز الكلاسز اللي احنا بندور عليهم هم اتنين كلاس اهم، اللي اكتر من 50,000 واللي اقل، وواضح ان الاكتر قليلين جدا بالنسبه للناس الاقل. بعد كده هنعمل preparing data او pre processing، مرحلة pre processing. هنعمل transformed squid continuous features، عندنا في بعض features squid. هو هنا بيشرح لك لو قرأت الكلام ده، طبعا مهم جدا انت تقرأ الكلام ده على مهلك وتفهمه كويس. بيقول لك ايه الكلام اللي مكتوب هنا ده، بيقول لك ان ساعات ان بعض الداتا النيوميريكال، طبعا احنا بنركز على الداتا النيوميريكال دلوقتي، بتكون سكويد. يعني ايه سكويد؟ يعني ما هيش منحرفه، يعني الداتا مش منتظمه، ما لهاش شكل معين في النظام. فعندنا في فيتشرز اللي هو الانكم، اول حاجه احنا هنفصل اللي هو الانكم ده في يعني فاريبل واحده هنسميه انكم رو، هناخد الايه العمود اللي اسمه انكم عشان ده هيبقى التارجت بتاعنا، وهناخد الفيتشرز رو ده اللي هو الفيتشر ماتريكس بتاعتنا بقى اللي هنشتغل عليها، وهناخد الداتا كلها هنسقط منها الانكم، وقلنا اكسس بتساوي واحد عشان يسقط العمود، ونعمل فيجواليزيشن للداتا، تعمل ران الكلام ده هتلاقي ظهر لك المنظر ده. طيب تمام. طبعا الاكس اكسس ده الفاليوز، الواي اكسس هو هنا نمبر اوف ريكوردز، عدد الايه الناس المسجلين. طبعا هنا دوان بيظهر لك اللي هم الفيتشر اللي هو كابيتال جين والكابيتال لوس بس. نلاحظ طبعا ان الداتا هنا مش نورمالايزد، مش يعني مش منتظمه، في انحرافات قويه فيها. عايزين نحاول نحسن الموضوع ده عشان خاطر الكلام ده بيأثر على معظم الماشين ليرنينج الجوريزمز، فلازم قبل ما نشتغل على اي ماشين ليرنينج الجوريزم نخلي الداتا تبقى نورمالايزد اند سكيلد. فهيبدأ ايه، اول حاجة هنعمل اللوجاريزميك ترانسفورميشن، وهو ان احنا ناخد لوج للفيتشرز اللي احنا حاسين ان هي مش منتظمة. فهو عمل هنا ليست سماها، حط فيها الكابيتال جين والكابيتال لوس اللي هم الفيتشرز اللي احنا عايزين نعدلها، وعمل فيتشر ماتريكس جديدة اهو سماها فيتشر لوج ترانسفورمد، خد نسخة من الداتا وحط فيتشرز رو، يعني خد نسخه من الفيتشرز رو الفيتشر ماتريكس بتاعتنا، وغير فيها قال لك الفيتشر داتا اوف سكويد، يعني اللي هما الاثنين دول بس. هيطبق عليها ايه، هيعمل لامدا اكس ان بي لوج اكس زائد واحد، دي يعني هياخد لوج للقيمه اللي موجوده في الاثنين فيتشرز دول، وحطينا زائد واحد هنا عشان خاطر اللوج الزيرو نوت ديفايند. تمام، فلو خدنا لوج زيرو هيطلع لي ايرور، فاحنا عايزين نغير اي قيمه تكون زيرو نغيرها، فهنزود واحد. طبعا الواحد مش هيأثر في قيم الداتا قوي، لان القيم دي انت لو لاحظت كده لو طلعنا فوق شويه هنلاقي ان قيم الكابيتال لوس والكابيتال جين دي بالالافات،
يعني 2174 لو زودنا عليها واحد فلا مشكله يعني. نفس الكلام ده صفر، فلما نزود واحد خلاص ما فيش مشكله. الواحد الزيرو برضو او يعني لما زود لما يبقى واحد برضو مش هيحصل حاجه. برضو هتلاقي القيم اللي هي موجودة مش زيرو، هتلاقيها برضو قيم كبيرة. يعني احنا لو بصينا للجراف هتلاقي القيم برضو هي يا زيرو في ال يا زيرو، يا اما مثلا حاجة ما بين الالف والتلات الاف، فبرضو القيم. وهنا مثلا ما بين برضو العشرين الف والمية الف، قيم يعني كبيرة جدا. فأي قيمة من دول هزود عليها الواحد مش هتأثر فيها عدا الزيرو، الوحيد اللي هيتغير هيبقى مش زيرو، فبالتالي هيقدر اخد له اللوج من غير اي مشاكل. تمام طبعا. وبعد كده هيحط القيم دي جوه الفيتشر لوج ترانسفورمد، يعني الداتا الجديده بتاعت الفيتشر ماتريكس الجديده بتاعتي بقت هي فيتشر لوج ترانسفورمد دي، بعد ما غير الاثنين فيتشر دول عدلهم وبعدين عمل ران تاني. فنلاقي ان شكل الداتا بدأ ينتظم، وقيم تحت لو وصلت للاكس اكسس هتلاقي ان القيم تحت اتظبطت، بقت في قيم معقوله متقاربه من بعضيها ما بين 0 وال 12 وهنا ما بين 0 وال 8. فبالتالي التغير ما بقاش فيه انحراف واضح في شكل الداتا. تمام. بعد كده النورماليزيشن نيوميريكال فيتشرز، هنعمل نورماليزيشن للنيوميريكال فيتشرز. هناخد بقى النيوميريكال فيتشرز كلها ونعمل لها نورماليزيشن. فهنعمل حاجة اسمها ميني ماكس سكيلينج، وهي الموجودة هنا في هتلاقي اللينك بتاعها هنا في الاسكيلرن. الميني ماكس سكيلينج دون بيعمل ايه؟ بيعمل سكيلينج. يعني احنا ممكن نخش نشوف السكيلينج هو ان انت بيعمل ايه. هنقرا هنا هتلاقي اهو the estimator scales and translates each feature individual such it is the given range on the training set between 0 and 1. يعني ايه؟ يعني هياخد كل القيم بتاعت الفيتشرز ويخليها ما بين ال 0 وال 1. تمام. فهو ده اللي اسمه السكيلينج. طبعا انت ممكن تغير، يعني انت ممكن تغير الاوبشن ده هنا اهو في فيتشر رينج، ممكن تغير الرينج ده لو انت عايز، بس طبعا احنا هنخليه على الديفولت. ممكن تخليه مثلا من 1 وماينس 1 مثلا، باي ديفولت هو 0 1. ده اسمه الميني ماكس سكيلينج، يعني هيخلي القيمه المينيمم في الداتا الفيتشر اللي عندنا 0 والقيمه الماكسيمم 1، ويظبط اللي في النص بناء عليهم بنفس يعني بنفس الرينج او بنفس الطريقه. دي الكود اهو سهل جدا، هيعمل امبورت ليها سكيلر ميني ماكس، بعد كده خد النيوميريكال فيتشرز بس حطها جوه نيوميريكال، بعد كده هيعمل خد يعني انشا داتا فريم جديد اسمه فيتشر لوج ميني ماكس ترانسفورم. واحنا ليه بننشا داتا فريم جديد كل مره؟ عشان خاطر انا لو طبقت لو عملت سلايسنج او اللي هو انا خدت جزء وبدات اشتغل عليه، الجزء ده بيحصل له تغير في الجزء في الداتا الرئيسيه اللي انا خدت منها سلايسنج، وده ساعات بيدي ايرور او بيدي بعض ايرور وبعض مشاكل. فيفضل ان انت ما تعملش كده دايما. لما تيجي عايز تعمل داتا جديده هتغير فيها ما تعملش سلايسنج، تاخد الداتا تعمل نسخه منها بالطريقه دي، ان انا تاخد نسخه من الداتا فريم عن طريق ان انت تقول له بيدي داتا فريم داتا، وده بينشئ نسخه جديده تقدر تشتغل عليها. خد نسخه من الفيتشر لوج اللي احنا كنا اخر حاجه وصلنا لها اللي هو لما عملنا لوج على الاثنين دول، وخد وعمل بقى نسخه جديده. النسخه الجديده دي ترانسفورمنج هناخد النيوميريكال كلهم بقى ونعمل لهم ايه، ونعمل سكيلر دوت فيت، هيخلي السكيلر يفت عليهم، وبالتالي هيعمل ايه، هيغير كل قيم الفيتشرز دي ما بين 0 و 1. وبعد كده هنعمل ديسبلاي لاول للهيد. الهيد خد باي ديفولت اصلا بتطبع اول خمس سطور، يعني انت مش لازم تكتب الجزء ده، طبعا هو ده هو اللي كاتب الجزء ده، انت مش تكتب حاجه، بس لو عايز تغير انا عايز اوضح لك ان انت ممكن تغير تطبع اول 10 اول 15 اول 3 زي ما انت عايز، بس هو باي ديفولت 5. هيعمل برنت، هنتفرج على شكل الفيتشرز اهم، هنبص هنلاقي كل النيوميريكال فاليوز اهو هنا زي الايدج مثلا بقى 0.3 0.8، وهنا بقت 0.60 زي ما هو 0 ال 0.36 وهكذا 397 وهكذا. تمام. فكل القيم دلوقتي النيوميريكال بقت ما بين ال 0 وال 1. طب هو انا ليه اصلا بعمل السكيلينج دون؟ عشان خاطر انا دلوقتي لو عندي مثلا قيم زي الكابيتال جين دون، قيم بتاعته بالالافات، وقيم الايدج مثلا هتبقى قيم ما بين مثلا نقول 15 و 60 مثلا،
وقيم الإديوكيشن ده مثلا ما بين نمبر ده اللي هو عدد السنين اللي اتعلمها هتلاقيها مثلا ما بين 10 مثلا ومثلا و20 سنة مثلا. فبالتالي القيم الفيتشرز هنا متغيرة بطريقة مش مظبوطة، يعني ده حاجة بالألفات وحاجة بالعشرات وحاجة بالآحاد. فبالتالي لما يجي الالجوريزم يشتغل ويحط ويتس للفيتشر دي هيبص هيلاقي ان هو هيحط ويت كبير جدا للكابيتال جين، ويحط ويت صغير للاديوكيشن، ويحط ويت متوسط للايدج، وفي حين ان كل ده ما هوش يعني ملوش معنى منطقي فعليا. ده هو القيم دي كبيرة وصغيرة مش عشان خاطر هي اهم الفيتشر ده مهم، لا ده طبيعة الفيتشر كده، يعني طبيعة شكل الداتا بتاعت الفيتشر كده، طبيعة شكل الايدج ان هو ما بين ال 15 وال 60، وطبيعة شكل الاديوكيشن ان هو years دي ان هي ما بين ال 10 وال 20 مثلا، طبيعة شكل الكابيتال جين دي ان هي ما بين 2000 وبين 10000 مثلا وهكذا، او 100000 وهكذا. فده طبيعة شكل الداتا، فما ينفعش ان انا احط ويت بناء على طبيعه شكل الداتا، وانما الويت ده بيبقى بناء على اهميه الفيتشر وتاثيره في البريدكشن اللي انا بعمله، تمام. فعشان كده انا بعمل سكيلينج، فبخلي الموضوع بنفي الموضوع ده تماما، بقت كل الفيتشرز ما بين الزيرو والوان، وبالتالي كل الفيتشرز بقوا سواسيه من وجهه نظر القيم الداتا بتاعتهم، وانما عشان خاطر يفضل في الاخر الالجوريزم ينظر، ما يجي ينظر لايه؟ لاهميه الفيتشر في تاثيره على البريدكشن. بعد كده الامبلمنتيشن داتا بري بروسيسنج، احنا عملنا للنيوميريكال بري بروسيسنج للنيوميريكال داتا، عايزين نعمل بري بروسيسنج للكاتيجوريكال داتا، او عشان فلازم نحول الكاتيجوري، يعني ما اقدرش ادي الالجوريزم ما اقدرش اديله قيم بكلام، يعني لازم اديله قيم بارقام عشان يشتغل عليها. فبالتالي لازم بنعمل ليها حاجه اسمها الوان هوت انكودنج، تمام. وان هوت انكودنج ده بيعمل ايه؟ انا دلوقتي عندي فيتشر اسمه سام فيتشر اهو، اي اسم ايا كان اسم الفيتشر، والقيم الكاتيجوريز اللي جواه بي وسي واي. لما باجي اقول له اعمل لي وان هوت انكودنج، سواء هم موجوده على فكره فانكشن في الاسكليرن وموجوده في في الاسكليرن اسمها وان هوت انكودنج، وفي البانداز موجوده اسمها جيت دامز اللي هي دي. بيعمل بياخد هو حاجه يعمل ايه؟ بياخد السم فيتشر ده ويعمل حاجه اسمها جديد دامز، عشان كده بياخد الفيتشر اسم الفيتشر ده ويعمل حاجه اسمها دامي فاريبل، يعمل حاجه اسمها دامي فاريبل اللي هو اسم الفاريبل واسم الكاتيجوري اللي جواه، وهيحط الكاتيجوري اللي لما يبقى الكاتيجوري ده هو يعني لما يبقى قيمه الفيتشر هو الكاتيجوري ده هيحوم حط هنا ده وان جواه واحد والباقي يحط جواهم صفار، عشان كده سماها وان هوت انكودنج، يبقى واحد بس هو اللي وان والباقي زيروز، تمام. لو بصيت كده هتلاقي هو ده وان، يعني لما الفيتشر كان بايه هتلاقي ايه؟ هتلاقي فيتشر ايه هو اللي بوان والباقي الفيتشرز بزيروز، هتلاقي لما كان ببي هتلاقي فيتشر بي هو اللي بوان والباقي فيتشرز بزيرو، لما الفيتشر سي هو لما الفيتشر سام فيتشر كانت بسي هتلاقي فيتشر سام فيتشر سي هي اللي بوان والباقي بزيروز، وهكذا ايا يعني كان بقى عددهم يعني، تمام. بالاضافه ان احنا برضو عايزين نغير ال برضو التارجت بتاعنا ان هو كاتيجوريكال، برضو هو عباره عن سترنج يا اما مكتوب جواه less or equal 50k اللي هو اصغر من 50000، او get greater than 50k اللي هو اكبر من 50000. طبعا دي سترنجز، المفروض ان احنا نحول less ده بزيرو والمور ده 1 بحوله ل 1. في طبعا فانكشن جاهزه انت ممكن تدور بقى، او ان انت تعمل الموضوع ده يدوي مش مشكله، لو يعني انت عايز تطبق فانكشن يدوي، يعني هو بيقول لك هنا الجزء ده المفروض تعمل فيه كده فيتشر فاينل. احنا خلاص خدنا اخر حاجه فيتشر فاينل ده، وهناخد بالك ان احنا اشتغلنا اخر حاجه جبنا فيتشر لوج ميني ماكس ترانسفورم، ده اخر حاجه احنا وصلنا لها. هنعمل بقى اخر حاجه خالص اللي هو فيتشرز فاينل ده اللي هو هنعمل وان هوت انكودنج، هتستعمل وان هوت انكودنج عن طريق البانداز. طبعا ممكن تخش هنا جوه البانداز دوت جيت دامز تشوف الدوكيومنتيشن بتاعها، تشوفها بتتطبق ازاي، ونطبقها على اخر داتا فريم احنا وصلنا له دون. والانكم برضو نغيره، قلنا هنخلي الليس بزيرو والمور 50 هيبقى ب1، تمام. بعد كده هيطبع انكودد ليست
انكودد، كلمه انكودد فاريبل اللي اسمه انكودد ده هنحط جواه ليست اوف فيتشر فاينل دوت كولمز، يعني الفيتشرز اللي يعني الاسامي الكولمز العواميد اللي جوه فيتشرز فاينل ده هنحطها جوه انكودد ده، وممكن بعد كده نطبعهم عشان نشوف شكل الفيتشر. تمام، هنا بيقول لك انكومنت برضو فولونج عشان تطبع ده. طبعا هنا لو انت شغال بايثون سيري تحط برضو قوسين حوالين دي عشان خاطر تشتغل معاك ما تدكش ايرور. طب تعالى نشوف شكل الخارج ايه اللي حصل اهو. الاولانيه دي طبعت 103 توتال، بقوا 103. شوف من 13 فيتشر كان عندي 13 فيتشر، بعد هو الهوت انكودنج بقوا 103. طب تعالى تشوف انا طبعتهم اهو، انا طبعت الانكودد ده وان، بس انا عملتها في سيل لوحديها يعني بدل ما اشيل الدي ان، يعني انا عملتها في سيل لوحدها. هنا شوف شكلها ايه بقى، شكلها ايدج اهو، ايدج زي ما هو، نيوميريكال زي ما هو، ما حصلوش حاجه اهو. شوف الوان هوت انكودنج ما اثرتش على الايه، على النيوميريكال. تمام، النيوميريكال اهو زي ما هم اهم، النيوميريكال لسه زي ما هم، ما فهمش حاجه، نفس الاسم خلاص. اول ما هنخش على الكاتيجوريكال هنبص هنلاقي ايه، هنلاقي ورك كلاس كان عندي فيتشر اسمه ورك كلاس، بس بقى فيتشر ورك كلاس فيدرال جاف، بقى فيتشر جديد اهو. بعد كده ورك كلاس لوكال جاف، بعد كده ورك كلاس برايفت، بعد ورك كلاس سيلف امبلويد، وهكذا. بقى عندي ايه فيتشر جديده كل كاتيجوري جوه فيتشر، بقى في فيتشر جديد بالكاتيجوري ده، وجواه طبعا يا وانز يا زيروز. نفس الكلام اديوكيشن ليفل فيرست مثلا، اديوكيشن ليفل فيفث، اديوكيشن ليفل، وهكذا. كل بقى الحاجات دي كده ماتيريال ستاتوس مش عارف وهكذا، كل ده اسمه ايه الوان هوت انكودنج. ده شكل الفيتشرز بعد الوان هوت انكودنج، النيتف كانتري يو اس، النيتف كانتري انجلند، وهكذا الدنيا ماشيه كده. طبعا انا طبعت عدد الانكم دوت فاليو كاونتس دي، بيطبع قيمه كل حاجه جوه الانكم، كل كاتيجوري جوه الانكم كام. فانا عندي الزيروز ب 3414 والوانز ب 11208، فانا كده عملت حولتهم ايه زي ما مظبوط هم لزيروز وانز زي ما هو كان طالب. الشافل سبليت داتا خلاص كده احنا عملنا بري بروسيسنج، بقى عايزين نقسم الداتا عندنا ل تيست سيت وترين سيت عشان نشتغل عليها. هو اللي كاتب الكود ده طبعا، جاهز هتعمل بس ران للسيل دي. خد بالك ان كروس فاليديشن ده هيديك وورنينج، الوورنينج ده بيبقى عباره عن حاجه حمراء كده من تحت اهو، ده وورنينج عشان خاطر بيقول لك ان الكروس فاليديشن دي الرابط اتشال يعني من عندنا. يعني انت لو بصيت كده وعملت سيرش على سكيلر ترين تيست سبليت، هتبص هتلاقي في كلاس جديد اسمه موديل سيلكشن، هو ده اللي شغال دلوقتي في الـ في اللايبراري الجديده، هو ده اللي المفروض بنعمل بيه ترين تيست سبليت. القديم اللي هو الكروس فاليديشن ده هيتشال، فعشان كده هو بيديك الوارنينج ده، بيقول لك ان الكلام ده هيتشال في الفيرجنز الجديده، ويستحسن ان انت تغيره. طبعا مفيش مشكله دلوقتي ان انت تشتغل في البروجكتس ده كده عليه زي ما هو. تمام، هتعمل ران هيطلع لك اللي خارج ده، هيقول لك ان التريننج سيت بتاعتك بقت 3600 كام، 36177، والتيست 9045. طبعا هو قسمها بنسبة 20% للتيست سيت هنا. بعد كده الايفالويتنج موديل، زي ما احنا قلنا في اول الكلام ان الكلاسز عندي سكويد، يعني عندي لو انا اصلا توقعت ان الداتا كلها بزيروز، يعني الانكم كله زيروز، انا دلوقتي خليته زيروز وانز اللي هو اقل من 50 والموست والمور ذان 50، فاللس بقى زيروز واللي تاني وانز. فانا لو حطيت لو توقعت لو عملت بريدكشن ان كلها زيروز، فهتبقى عندي الاكيورسي عندي ب 75%. ليه؟ لان هو اصلا 75% من الكلاس ماجورتي كلاس عندي عامل 75%، فبالتالي عملت اكيورسي كويسه جدا، وانا اصلا ما عملتش اي بريدكشن، ده انا حطيت الماجوريتي كلاس بس، وده مش صح طبعا. فبالتالي احنا بنبدا نستخدم متريكس ثانيه مختلفه عن الاكيورسي. فطبعا في بعد كده هو هنا لو قريت الكلام ده، المفروض الكلام ده طبعا اتشرح في الكورس بتاع الانترودكشن تو ماشين ليرنينج، بس هو هنا برضو كاتب لك الكلام ده، ممكن تقعد تقراه ببساطه. والاكيورسي ايه هي الاكيورسي؟ البريسيشن والريكول
وبعد كده الاف سكور، وهنا بيكلمك عن الاف بيتا سكور. وقلنا طبعا ايه اللي او اتشرح يعني في الكورس ان البريسيشن والريكول هي بتخليك تقدر تقيم الداتا لو هي الماجوريتي كلاس بتاعها مثلا في سكويد يعني. والاف سكور طبعا هو افضل حاجه في الحاله دي، لان هو بيقدر يخليك تجيب قيمه ما بين البريسيشن والريكول بكنترول على القيمه اللي ما بينهم، فانه حته بينهم بقى يعني اقرب الى الريكول ولا اقرب للبريسيشن عن طريق قيمه البيتا. فعن هنا بيقول لك ان احنا يعني بناء على فهمهم هم بقى الناس اللي مصممين البروجكت ان هيستخدموا البيتا بتساوي هاف او الاف هاف سكور، هنسميه الاف هاف سكور او اف بوينت فايف سكور يعني. تمام، فهو ده المتريكس اللي احنا هنستعمله. هو هنا برضو اداك القوانين اللي بتحسب بيها البريسيشن والقوانين اللي بتحسب بيها الريكول. وهيبدأ أول سؤال هنا بيقول لك هنعمل نايف بريدكتور، آسف نايف بريدكتور مش نايف، غير نايف بيز ده حاجة تانية. نايف بريدكتور اللي هو البريدكتور اللي هو يعني اللي هو يعني في حالتنا هنا بيستعمل الماجوريتي كلاس، اللي هو حاجة أولية وبنسميه ساعة البنش مارك. والبنش مارك ده او النايف بريدكتور ده اللي هو انا حاجة عايز اقيم بيها الالجوريزمز اللي انا شغال بيها بعد كده. وان ده عن طريق اشهر حاجه فيهم اللي هو الماجوريتي كلاس، ان انا بشوف اكتر كلاس موجود وبقترح ان الداتا كلها هتبقى او البريدكشن كله هيبقى من اكتر كلاس الكلاس الموجود كله دون، واشوف الاكيورسي هتطلع لي كام او المتريك بتاعتي هتطلع لي كام. فطبعا احنا قلنا هنا قلنا لو اقترحت ان الداتا كلها بزيرو او الانكم كله زيرو فهيطلع لي بكام، ب 75% اكيورسي. طبعا ممكن لو انت بقى الماجوريتي كلاس ده مش نافع يعني، لو الكلاسز مش سكويد يعني، لو نفترض ان هم 50% و50% بتدور على بنش مارك تاني، وده موضوع كبير شويه بقى ممكن طه هتلاقي هم المفروض ان هم شرحوه جوه الكورس يعني، بس ده موضوع ممكن محتاج تقرا فيه كتير يعني. طبعا هو هنا طالب منك ايه؟ طالب منك ان انت تطبق القانون، تكتب القانون بتاع الاكيورسي والقانون بتاع الريكول بالكود طبعا والبريسيشن، وتحسبهم وتحسب برضو الاف سكور برضو بالقانون. كل ده كل القوانين دي هو كاتبها لك فوق هنا اهو، المفروض ان انت تطبقها بالكود هنا، تحسب الاكيورسي والريكول والبريسيشن والاف سكور، وبعد كده تعمل برنت لل الكلام ده. الكلام ده في النايف بريدكتور اللي هو اللي احنا قلنا هنقترح ان كل البريدكشن بتاعنا بزيرو يعني. انا هعمل هقترح ان البريدكشن بتاعنا كله بزيرو واشوف القيم دي هتطلع بكام، وبعدين نعمل برنت هنشوف الخارج بتاع الموضوع ده هيبقى ايه. هتبص هتلاقي ان النايف بريدكتور بيقول لك ان الاكيورسي سكور بتاعك عبارة عن 25% تقريبا، والاف سكور بتاعتك 30% تقريبا. يبقى الاكيورسي هو اسف هو هنا بقى اقترح ان كله 1 مش زيروز، فالاكيورسي طلعت بكام؟ ب 25%، والاف سكور طلعت ب 30%. تمام، واضح ان قيمه الاكيورسي والاف سكور مختلفين عن بعض. طيب هنا السوبرفايز ليرنينج مودلز بقى، هنا نبدا بقى نشتغل بقى ماشين ليرنينج او نشتغل المودلز بتاعنا، نشوف المودلز بتاعتنا. طبعا الجزء ده محتاج منك تعمل ريسيرش كتير، تدور تقرا كتير بقى في الجزء ده، بالاضافه اللي انت فهمته وتعلمته من ان انت تتفرج على الكورس. بيقول لك ان عندك في الاس كي ليرن كل الالجوريزمز الكلاسيفيكيشن الالجوريزمز دي موجوده، الجاوسيان نايف بيز موجود، الديسيشن تريز، الانسامبل ميثودز دول كلهم الجوريزمز موجوده، الباجنج والادا بوست والراندوم فورست والجريديانت بوستنج، الكي نيست نيبر كل ده موجود، الستوكاستيك جريديانت ديسنت كلاسيفاير موجود، السبورتد فيكتور ماشينز، اللوجيستيك ريجريشنز، كل دي عباره عن كلاسيفيكيشن الجوريزمز موجوده جوه الاس كي ليرن. طبعا ممكن تخش جوه الاس كي ليرن وتعمل سيرش جواها وباسم الموديل هيطلع لك ازاي تطبقه والدوكيومنتيشن بتاعه ازاي تعمله، بالاضافه ان الكلام ده اتشرح جوه الكورس اللي هو انتدكشن تو ماشين ليرنينج. الموديل الابلكيشن عايزين نطبق، بيقول لك نقي ثلاثه
من الجزء ده، بيقول لك ان ليست 3 اوف سوبرفايزد ليرنينج، نقي 3 من التلاتة من الاس من السوبرفايزد ليرنينج كلاسيفايرز اللي قالهم لك فوق دول، وهتجاوب على السؤال الاتي ده. بيقول لك اول حاجه ديسكرايب وان ريل وورلد ابلكيشن ان اندستري وير ذا موديل كان بي ابلايد، يعني شو قول واحده من في مجال الاندستري يعني في الشركات، يعني ازاي بيستخدموا المودلز دي او استخدموها في ايه. وات ار ذا سترينث اوف ذا موديل وين داز ات بيرفورم ويل، يعني القوه بتاعت الموديل ده او يعني مصادر القوه بتاعته امتى بيبقى افضل ان انا استخدمه. برضو نفس السؤال هنا الويكنس او امتى الموديل ده هيبقى بور، هيبقى مش كويس معايا. What makes this model good candidate for the problem given what you know about the data، يعني باللي انت تعرفه عن الداتا بتاعتنا دي بالداتا اكسبريشن اللي احنا عملناه، ايه اللي هيخلي الثلاثه موديل اللي انت اخترتهم دول يبقوا كويسين او متناسبين مع الداتا بتاعتنا، طبعا بناء على السترينس والويكنس. طبعا الجزء ده محتاج ان انت تقرا تعمل ريسيرش كتير على جوجل، دور على كوره، موقع كوره بالذات بيبقى فيه الحاجات دي مكتوبه بطريقه حلوه، تدور حاول تفهم كل الجوريزم ايه نقاط القوه بتاعته ايه نقاط الضعف بتاعته الريل وورلد ابلكيشن بتاعته ايه. هتلاقي ان الموضوع متشابهين شويه، يعني الموضوع ده في ناحيه صعوبه في كده ان هم اغلب الالجوريزمز اغلبهم مش كلهم طبعا متشابهين شويه، لكن طبعا فيهم حاجات بتتفوق على حاجات تانية. حاول تقرا كتير وتفهم قبل ما تختار الثلاثه الالجوريزمز اللي انت هتشتغل عليهم. تمام، انت تختار اي في الاخر تختار اي ثلاثه الجوريزم عشان بعد كده هنعمل لهم امبلمنتيشن، هنطبقهم ونعمل امبلمنتيشن باي لاين. الامبلمنتيشن باي لاين ده هي عباره عن فانكشن، اول حاجه هتعمل امبورت طبعا احنا مش هنستعمل بقى مش هنكتب القوانين بايدينا، وانما الحاجات دي جاهزه اصلا موجوده في الاس كيلرن. بتعمل امبورت الاف بيتا سكور والاكيورسي سكور من ماتريكس. تمام، هنا اهو شارح هو قايل لك الكلام ده اهو. بعد كده هتعمل الليرنر، الليرنر ده اللي هو الكلاسيفاير يعني بتاعنا، هنعمل له فيت على الداتا، وهو بيعمل فيت دون بيحسب التايم بتاع التريننج. وبعد كده هنعمل بريدكشن وبرده هنا بيحسب التايم، كل ده كود انت المفروض تكتبه. عدم موجود التايم ده انت مش تكتب فيه حاجه، انت تكتب مكان النان ده. تمام، وتعمل بريدكشن للتيست وللترين. وبعد كده الريزلتس تاخد الريزلتس تايم والريزلت اكيورسي والريزلت اف ترين والريزلت اف تيست، كل دي قيم هنحسب الاف سكور وهنحسب الاكيورسي لكل قيمه من دول. تمام، كل الكلام ده طبعا هنا مكتوب تو دو ازاي تعمله. المفروض انت بقى تدور وتشوف تعمل ايه، وهو عايزك هنا لما تيجي تعمل الاف ترين ده بتعمله على الاول 300 سامبل من الاكس ترين، هتجيب هتعمل لهم بريدكشن وتدور على الاكيورسي والاف سكور بتاعهم، وطبعا الاف سكور هنظبط البيتا بتساوي 0.5. تمام، دي كده الفانكشن اتكتبت. بعد كده هتطلع هترجع الديكشنري اللي اسمه ريزلتس اللي جواه كل الحاجات دي، هترجعه وتعمل له ريتيرن. امبلمنتيشن انيشال موديل ايفالويشن، هنبدا بقى نختار الثلاثه كلاسيفاير اللي انت اخترتهم دول، هتحطهم هنا تعمل لهم انيشالايز هنا. وبيقول لك اهم حاجه ان انت تعمل انيشالايز للراندوم ستيت جواهم، وسيب بقيه الحاجه دي باي ديفولت، ممكن ما تغيرهاش، لو عايز تغير فيهم حاجه غيرها، بس لو مش عايز ما تغيرش، عشان كده كده احنا هنعمل انهانسمنت او امبروفمنت للموديل بعد كده. الثلاثه موديلز هتطبقهم هنا، تعمل لهم امبورت الاول وبعد كده تقوم تكتبهم هنا. تمام، وبعد كده بعد كده احنا عايزك هو هنا بيقول ايه، بيقول لك ان احنا هنطبق التريننج دون على بدل ما هنطبقه على كل الداتا مره واحده، لا هنجرب ان احنا نطبقه على 100% من الداتا، يعني الداتا كلها، او هناخد 10% بس من الداتا، او هناخد 1% من الداتا نطبق عليه. طبعا كل ده كود انت المفروض تكتبه. تمام، ونطبق الكلام دون على الثلاثه كلاسيفايرز ونشوف الخارج عباره عن ايه.
طبعا هو الجزء ده هو كاتبه، انت تعمل بس ايه يعني، انت لما بتلاقي تو دو دي بتكتب اللي تحت تو دو دي، بتغير النونز دي كلها تغيرها تمام. بعد كده امبروفينج ريزلتس، هنبدأ نحسن طبعا الخارج، هنشوف خارج شكل الخارج ايه. اها اهو ادي شكل الخارج. طيب انا طبعا اخترت ايه، انا اخترت اللوجيستيك ريجريشن ديسيشن تري كلاسيفاير والاس في سي او الاس في ام كلاسيفاير يعني، وكان ده شكل الخارج بتاعي. لو بصينا كده هنلاقي ده اللي على الشمال، الاتنين اللي فوق بعض اللي على الشمال دول عبارة عن ايه، عبارة عن المربع اللي فوق خالص على الشمال ده الموديل تريننج تمام. موديل تريننج ده بيحسب لك التايم بتاع التريننج. طبعا لو بصينا لواحد في المية هتلاقي مش باين تقريبا التريننج فيه، هنلاقي في 10% هنلاقي ان الاس في ام او الاس في سي واضح جدا اللي هو الاخضر، الاس في سي هو اللي لونه اخضر، واضح جدا ان هو خد وقت، الباقيين من كتر ما هم قليلين مش باينين جنبه. في 100% من الداتا لما اجي اعمل ترين لل 100% من الداتا، الاس في سي خد كتير جدا، خد فوق ال 17 ونص ثانية، والاتنين التانيين حاجات قليلة تحت الواحد ثانية تمام. بالنسبة للبريدكشن موديل بريدكشن اللي هو المربع اللي تحت على الشمال، هنلاقي ان الاتنين الاولين مع الواحد في المية تقريبا برضو ما فيش شبه مش باينين. ال اس في سي خد 5 ثواني تقريبا في البريدكشن بتاع الواحد في المية، وخد خد حوالي 2.5 ثانية في ال اسف ده نص ثانية اسف، وده 2.5 ثانية في ال في 10% من الداتا، وخد حوالي 3.5 ثانية في المية لما عمل على 100% من الداتا تمام. بعد كده عمل حسب هنا الاكيورسي سكور والاف سكور اللي هم الاربع مربعات اللي في اليمين، اللي فوق على التريننج داتا وتحت على التيست داتا. طبعا فوق على 300 سامبل بس من التريننج داتا زي ما قلنا هيبقى في الكود. طبعا لو بصينا لشكل الداتا، طبعا هو ايه الغرض ان انا بعمل على التريننج والتيست، ان انا اشوف الالجوريزم بيعمل اوفر فيتنج ولا لا. طبعا لو هو حقق حاجه عاليه قوي في التريننج وجي في التيست منخفض جدا، فده معناه ان في اوفر فيتنج تمام. وده مثلا واضح هنا مثلا في الاس في سي، مثلا في التريننج داتا اللي هو اول مربع على اليمين خالص، هنلاقي ان الاف سكور الاس في سي مثلا تقريبا فوق 90% الاكيورسي بتاعته على التريننج داتا، وفي التستنج داتا عامل حوالي تحت الحاجه و50% يعني تحت 60%. نفس الكلام بالنسبه للاكيورسي برضو فوق 90%، في التريننج عامل حوالي برضو 80%. فواضح ان هو بيعمل نوع من الاوفر فيتنج. تحاول تفهم الجراف ده على قد ما تقدر بعد ما يطلع لك، طبعا بعد ما تختار انت الثلاثه الجوريزم اللي انت هتشتغل عليهم. امبروف الريزلتس، هنعمل امبروفنج للريزلتس ازاي؟ ان احنا اول حاجه هنعمل هو انا اول حاجه بيعمل ايه، بيقول لك based on the evaluation you performed aerial one or two explained models you believe to most appropriate for task. الثلاثه اللي انت اخترتهم دول عايزين نختار البيست موديل من الثلاثه موديل اللي احنا اخترناهم تمام. بناء ازاي هنختار بيست موديل؟ هتختار تدور على المتريكس اللي هو الاف سكور، احنا قلنا الاكيورسي مش تنفع فاحنا هنستخدم اساسا الاف سكور، على 100% من التريننج داتا الحق افضل اف سكور على 100% من التريننج داتا، هو ده اللي هتاخده كبيست موديل تمام. والبريدكشن على التريننج تايم، شوف التريننج تايم برضو البريدكشن والتريننج تايم، شوف التايم بتاعه في البريدكشن والتريننج شكله ايه، والالجوريزم از سويتابل فور ذا داتا ولا بعد كده تقول له اذا كان الالجوريزم متناسب مع الداتا ولا مش متناسب. السؤال الرابع describing the model in layman terms، describe
موديل ان ليمن تيرمز دي عباره عن ايه؟ انه عايزك تشرح الالجوريزمز مش تكنيكالي، يعني مش هتشرحه له زي ما كان بيشرحه لك في الكورس بتاع الماشين، اللي هو الكورس بتاع الماس اللي هو اللي بيشرح فيه الجزء بتاع الماس، تقول له مثلا ان في ويك ليرنر مثلا والكلام ده، لا لا، وعايزك تشرح له الموضوع ده لواحد نون تكنيكال، يعني كانك بتشرحه للعوام، تشرحه لواحد لطفل صغير مثلا. تمام، طبعا المفروض تشرح الالجوريزم اللي هو البيست موديل بتاعك دون، يعني لو انت مش قادر توصل للنقطة دي انت ممكن تعمل سيرش بالذات على موقع كورة، يعني الموضوع ده موجود كتير، في ناس كتيرة بتسأل السؤال الأسئلة دي وبتكون لها إجابات كويسة جدا، تحاول تفهم منه ازاي تقدر تشرح الموديل العوام او الناس النون تكنيكال، وده حاجه بتخليك، يعني الغرض من السؤال ان هو يخليك انت تفهم الموديل كويس، انت لو قدرت تفهم الموديل وتشرحه لحد نون تكنيكال انت هتبقى كويس جدا وفاهم الفكره بتاعه الموديل شغال ازاي. بعد كده هنعمل الموديل تيونينج او الامبروفمنت بتاعه، وده هنعمله ازاي؟ عن طريق الجريت سيرش، هو موجوده هنا في السكيلر جريت سيرش دوت جريت سيرش كروس فاليديشن، والسكورر برضه هنعمل امبورت للسكورر، سوري هنعمل امبورت للسكورر من ميتريكس ميك سكورر، اللي هو نخليه ان هو باي ديفولت بيبقى اكيورسي، فاحنا عايزينه مش عايزينه اكيورسي، يعني احنا عايزينه هنا يبقى الاف بيتا سكور، فعايزين نعمل سكورر جديد نشتغل عليه. هتلاقي الشرح موجود في الدوكيومنتيشنز بتاعتهم. بعد كده هنشيلايز الكلاسيفاير، بعد كده نظبط الراندوم ستيت جوه الكلاسيفاير، دي اهم حاجه نظبط الراندوم ستيت. بعد كده نظبط البارامترز اللي احنا هنعمل عليها الجريد سيرش بتاعت الموديل، يعني وليكن بقى مثلا انت اخترت الاس في ام مثلا، فهنعمل على الكيرنل مثلا وال مثلا الديجري والسي والجاما مثلا، يعني لو انت مثلا بنتكلم في حاجه زي الديسيشن راندوم فورست مثلا، او الديسيشن تري بتتكلم مثلا على الراندوم على الماكسيمم ديبس مثلا، او النمبر اوف استيميتورز، ايا كان الايه البارامترز الهايبر بارامترز بتاعه الالجوريزم بتعمل ديكشنري ليها، القيم اللي هو هيشتغل عليها. يوز ميك سكورر كرييت اف بيتا سكورر، واظبط البيتا بكام؟ ب 0.5 زي ما قلنا، عشان خاطر نظبط نجيب البيست كلاسيفاير هنا، ونعمل فيت لي على الاكس ترين والواي ترين. تمام، طبعا الكود هنا اهو، هتظبط كل التو دي، كل النونز دي بقى تغيرها انت الى الحاجات المطلوبه، وفي الاخر خالص هو هيعمل لك برنت، هيعمل برنت لل ال 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 اسف البيست كلاسيفاير. تعال نشوف الخارج هنا هيبقى ايه. هنبص هنلاقي ان البيست كلاسيفاير الاكيورسي سكور بتاعت الان اوبتمايزد موديل اللي احنا كنا وصلنا لها قبل كده، كانت انا بالنسبه لي كانت 81.9، والاف سكور بتاعتها كانت 62.89. بعد كده بعد الاوبتمايزد موديل، اوبتمايزد موديل بعد ما عمل جريت سيرش رفعت الاكيورسي الى 85 والاف سكور الى 72. وبعد كده انا عملت برنت للبيست كلاسيفاير عشان اشوف شكل الايه الالجوريزم بالافضل هايبر بارامترز عباره عن ايه، انا حبيت اطبعها لنفسي يعني حاجه هو مش طالبها. وبعد كده هنا بيقول لك question 5 final model evaluation. الفاينل ميدل ايفالويشن قلنا هو عايزك يعني تعتبر تملا له الجدول ده وتكتب الكلام ده بالاجابات تحت، ان انت تشوف الان اوبتمايزد موديل، يعني هو نفس الكلام اللي اتطبع فوق ده هتكتبه له انت هنا، وتقول له تحسن ولا ما تحسنش، ده اجابه الايه الاسئله بتاعته. بعد كده في حاجه تانية جديده اسمها فيتشر امبورتنس، هو انا عندي دلوقتي عدد كبير جدا من الفيتشرز، وانا مش عايز مش دايما ببقى محتاج كل الفيتشرز عندي في مع الالجوريزم، لان يعني اولا ده بياخد وقت طويل، ثانيا ساعات بيضر بالاكيورسي بتاعه الالجوريزم يعني. فهو هنا بيقول لك ان احنا هنستعمل حاجه اسمها الفيتشر امبورتنس اتريبيوت،
اللي موجود في الادا بوست او الراندوم فورست عشان خاطر ننقي احسن 5 most important features. عايزين نلاقي احسن 5 فيتشرز او احسن او اكتر 5 فيتشر مؤثرين معانا, هم دول اللي هننقيهم. فهو هنا بيعمل ايه؟ بيقول لك اول حاجه السؤال دون فيتشر ريليفنس ده, بيقول لك من استكشافك للداتا, من رؤيتك انت للداتا وقرايتك ليها, قول لي ايه هو اهم 5 فيتشرز موجودين وليه انت بتعتقد كده, يعني ليه انت معتقد ان دول اهم 5 فيتشر. تمام, طبعا ده حاجه ترجع لك انت, ممكن تشوف وتشوف الاجابه هنا. Implementation extracting feature importance, هنا بقى هنخلي الموضوع ده يتم عن طريق machine learning algorithm, واحنا قلنا هنستعمل الادا بوست او ال random forest. هتعمل import دي, بعد كده هتعمل الموديل هنا وتعمل له fit على ال x train وال y train, بعد كده هتعمل variable اسمه importance وتحط جواه ال feature importance attribute وتعمل وتحط جواه ال features importances, وبعد كده نعمل run للسيل دي. هو هيعمل لها, هيطبع الموضوع دون. نشوف شكل الجرافز. تمام, هنا هيطبع لك الفيتشر ويت والكوميوليتيف بتاعتهم. هتبص هتلاقي ان في الاخر خالص الكوميوليتيف وصلت لفوق 60%. تمام, معناها ان احنا قدرنا نتحصل على الكوميوليتيف ويتس فوق 60% بعد باول 5 فيتشر بس. ممكن طبعا انت ممكن تاخد اكتر, ممكن تاخد 10, ممكن تاخد 15. احنا قلنا ان هما كانوا وصلوا ل 103 يعني. طبعا عدد الفيتشرز الكبير ده بيأثر بالذات في الجوريزم زي الاس في ام وكده يعني. طيب المهم بعد كده هنعمل اكستراكتنج للفيتشرز امبورتنس دي. هنا الكود ده هو اللي كاتبه, انت مش تكتب فيه حاجه, وانا بس انا هشرحه في السريع كده. بيقول ايه هو الاول هنا السؤال رقم 7 ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت هتبص للخمسه فيتشرز اللي طلعوا لك عن طريق الالجوريزم, والخمسه فيتشرز اللي انت نقيتهم في السؤال رقم 6, ويقول لك هل هم زي بعض ولا لا. لو انت كنت قريب, how does the visualization confirm your thoughts, يعني الجراف اللي اتطبع ده الفيجواليزيشن اتعملت متوافقة مع الكلام بتاعك ولا لا. If you were not close, لو انت كنت غلط يعني, او ما انت ما كنتش قربت للصح. Why do you think these features are more relevant, ليه الفيتشرز الالجوريزم, حاول تفكر كده ليه الفيتشرز الالجوريزم نقاها مهمة في للالجوريزم يعني. طبعا هو هنا عايز يعلمك حاجة يعني, كونسبت مهم الماشين ليرنينج, وهو ان انت تحاول دايما مش يعني مش دايما افكارك انت او فكرك انت عن الموضوع هو اللي بيبقى الصح, وانما الماس او الالجوريزم ساعات هو اللي بيبقى احسن بكثير منك. وهو ده فكره الماشين ليرنينج اساسا, ان مش انت مش عايز تبريدكت يعني بالمنطق بتاعك, انت عايز تعمل بريدكشن, عايز تتوقع بناء على ماس, بناء على الالجوريزم, وده بيدي طبعا اداء احسن كتير جدا, وهو ده اللي بنسميه البيتر ذان راندوم او بيتر ذان جيسنج. تمام, المهم هو هنا زي ما قلت هنطبق بقى الموضوع دون, هنطبق الفيتشر سيليكشن اللي احنا عملناه دون, وهنطبق الالجوريزم. هنا هيعمل اكس تين ريديوس دي, هياخد الفيتشرز يعني, هياخد الاكس ترين بتاعتنا وياخد منها اول 5 او اهم 5 فيتشرز بس اللي احنا زي ما طبقا للامبورتنس اللي احنا نقيناها دي, ونفس الكلام بالنسبه للاكس تيست. وبعدين هيفيت البيست, هياخد البيست كلاسيفاير هنا ويعمل له فيت على الاكس ترين ريديوس دي. تمام, وبيعمل برضو بريدكت للاكس تيست ريديوس. تمام, ويشوف الاكيورسي والسكور هيبقى شكلهم ايه. انا بالنسبه لي كان الناتج شكله كده, الاكيورسي قبل بقى الفيتشرز كلها كانت 85 والاف سكور كانت 72, بعد ما خدت اهم 5 فيتشرز بس بقى كانت 84. خد بالك ان انا خدت 5 من 103 فبقت 84 و68. طبعا هي انخفضت, وهو ده السؤال رقم 8 بيقول لك هل هي انخفضت ولا اتحسنت. طبعا هي انخفضت, لكن السؤال رقم 2 بيقول لك ايه الترين اف تريننج تايم ووز فاكتور, لو الترينج تايم, لو زمن الترين عندك مهم يعني, لو انت بتعمل اونلاين حاجه اونلاين يعني الجزء بتاعك شغال اونلاين, فهيبقى الترينج تايم عندك مهم.
لك لو التريننج تايم عندك مهم، هل هتقدر، هل هتاخد بفكره الفيتشر سيلكشن او الريديوس داتا دي ولا لا؟ طبعا هيبقى، طبعا هيبقى مهمه جدا لو التريننج تايم عندي عامل او فاكتور مهم في المساله بتاعتي. بفضل الله احنا كده خلصنا البروجكت دون، ان شاء الله البروجكت كلها ترفع بسرعه لان هي اصلا متسجله. اتمنى الناس تكون فهمت كويس من الشرح دون، ولو حد عنده اي سؤال ممكن يحطه لي تحت في كومنت. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.